من سنوات قلت لزوجتي أنت طالق، كنت أشاهد تلفاز ممثل يقول أنت طالق فكررت ذلك، وهذا من مخازن شهادة المسلسلات الماجنة والتي تضيع أعمار الناس وأوقاتهم، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحافة شاف ممثل بيطلق في التلفزيون هو طلق زيه، ورد كلمات الطلاق كترديدي الببغاوات والعجموات. لكن أنا نسيت الموضوع، لم أتذكر، أنا أمر بظروف صعبة، الموضوع من 7 سنين، أعمل إيه؟ أنا مش متأكد أنا قلت ولا لا. نقول له يا ولدي هذه وساوس قهرية وهواجس مرضية لا يقع بمثلها طلاق، فضلا عن أن اليقين لا يزول بالشك، فعصمتك الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق، فضلا عن أن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، فأغلق هذا الملف عند هذا الحد، وإن عاودتك هذه الوساوس مرة أخرى فالتمس دواء لعلتك عند الأطباء وليس عند الفقهاء، شفاك الله وعافاك.